يسوع المديح علي صوتك، علي صوتك بالتسبيح علي صوتك، قدم ليسوع المديح علي صوتك، علي صوتك بالتسبيح علي صوتك، قدم ليسوع المديح علي صوتك، علي صوتك بالتسبيح علي صوتك، قدم ليسوع المديح علي صوتك، دلي فدانا بدم شرانا علي صوتك، دلي فدانا بدم شرانا علي صوتك، علي صوتك بالتسبيح علي صوتك، قدم ليسوع المديح علي صوتك، علي صوتك بالتسبيح علي صوتك، قدم ليسوع المديح علي صوتك، علي صوتك بالتسبيح علي صوتك، علي صوتك بالتسبيح علي صوتك. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، سلام المسيح لكم أينما كنتم. يتجدد اللقاء معكم وبرنامجكم علي صوتك بالتسبيح. بشكر الرب لأجل وجود ضيوفي النهاردة، خادم الرب الأخ منسة يوسف. أهلا بك أخ منسة. أهلا بحضرتك. والمرنم الجميل أخ بشوي لويز. أهلا أخ بشوي. أهلا بحضرتك. ربنا يبارككم، بشكر تلبيتكم الدعوة، بشكر حضوركم، ربنا يبارككم واستخدمكم في كل مكان. أمين. أعزائي المشاهدين، حبينا ندي عنوان لحلقتنا النهاردة. زي كل حلقة ما بنوصل رسالة في عنوان صغير، حبينا نقول رأينا مجده، مجد الرب. طبعا تكلمنا أخي منسة عن مجد الرب اللي استعلن في مرات كتيرة وعلى مراحل كتيرة عبر الزمن. تبدأ برأينا مجده في الميلاد. أمين. في البداية كتاب بيقول كلام واضح، في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. دوت ده مش أنا اللي بسميه، ده صاحب اللقب حائز على اللقب بهاء مجد الله. ده بهاء المجد، ده شخص المتألق بالمجد. مش بس كده، ده أنا بقول إنه شخص الرب يسوع المسيح متألق بمجد وافر في كل حياته، حتى في تلك المشاهد التي بدا فيها وكأنه مرفوض ومهان. فأقول في أجزاء من مراحل حياته كان كليلا لكن جليلا، كان مهانا لكن مهابا، كان حاملا للعار لكن يفيض وقار. على طول الخط كان الرب يسوع متألق بمجد دايما. مش بس هقف عند مناطق ميلاده، حياته، خدمته، محاكمته، صلبه، موته، قيامته، دي عينات محطات. نعم. وما بينها كان يفيض بمجد. مين؟ اللي انا لخصتها في الترنيمه اللي بتقول ورأينا مجده مجدا كما لوحيد الآب فيض وجه نعمة تسبق قلوب الأحباب. هللويا مجدا. عايز اقول احبائي المشاهدين، الاخ منسة يوسف خادم الرب، الى جانب انه خادم الكلمه، الا انه كاتب عشرات الترانيم، وكل ترانيم حلقه النهارده اللي هيقولها المرنم الجميل اخ بشوي من كلمات خادم الرب الاخ منسة. وعشان كده بلاحظ ابداعه في الالقاء والكلمه. ربنا يباركك اخ منسة. اتفضل اخ بشوي. Thank you.
ورأينا مجدا ومجدا كمال وحيد الآب وفايد وجهتنا عميز بقلوب الأحباب ورأينا مجدا ومجدا كمال وحيد الآب وفايد وجهتنا عميز بقلوب الأحباب ده جمالك فاق الأوصاف وقلبي ده المجد وشاف ده جمالك فاق الأوصاف وقلبي ده المجد وشاف انت ده اليوم ما كنت علي أنا انت ده اليوم ما كنت علي رفعني فوق الأكتاف رفعني فوق الأكتاف ده حياتي حياتها وجودك وضي نهارها وعودك وكل نبضة في قلبي ممتنة لك والجود ده حياتي حياتها وجودك وضي نهارها وعودك وكل نبضة في قلبي ممتنة لك ولجودك ده جمالك فاق الأوصاف وقلبي ده المجد وشاف ده جمالك فاق الأوصاف وقلبي ده مجد وشاف امتى ده اليوم ما كنت علي انا امتى ده اليوم ما كنت علي رفعني فوق الأكتاف رفعني فوق الأكتاف ده داود بجماله وصوته ما يحصل شجرة وعر وإليه معاه بجبروته ما يساوي نقطة في بحر ده داود بجماله وصوته ما يحصل شجرة وعر وإليه معاه بجبروته ما يساوي نقطة في بحر ده جمالك فاق الأوصاف وقلبي ده مجد وشاف ده جمالك فاق الأوصاف وقلبي ده مجد وشاف امتى ده اليوم ما كنت علي أنا امتى ده اليوم ما كنت علي رفعني فوق الأكتاف رفعني فوق من تلحين المتألق بيتر جمال زكي. اهلا اهلا وسهلا، كنا نفسنا يكون معانا، كنت هنحب ربنا يرتب فرصة ونلتقي بيه قريب. مين وزعها؟ توزيع موسيقي اخ توزيع جوزيف جمال. رائع رائع برضو. كان مفروض يكون معانا النهاردة لكن ظروفه حالة دون حضوره، برضو ربي يرتب فرصة ويكون معانا. امين. نحب كل جروب الترنيمه اللي بيشتغل ومحدش بيعرف عنه حاجه نكون بنقدمه للساده المشاهدين. طبعا
من أجمل الكلمات يا أخ منسى، إمتي غالية ومكانتي عالية. ده لسبب واحد بس، عشان أنا ابن رب المجد. اللي تمجد في ميلاده. عيونه الجميلة شافتني إمتي غالية ومكانتي عالية، وأنا طلعت كده. أمين، مجد للرب. و احنا بنحكي عن رأينا مجده. نعم. ده قلبي داء المجد وشاف. أنا مش بس شفت، مش بس سمعت عنه. نعم. ده أنا عينته واختبرته. ذوقه وانظروا انا شفت ودقت مجده اتعايش. مقت يا بالرب. امين، ربنا يباركك اخ منسى. شفنا مجده في الميلاد. نعم. نبدا بعد كده ندخل على مجده. لا لسه نحكي عن مجده في الميلاد. مجده في الميلاد. قول لنا مع كونه لم يكن له موضع في منزل يولد. نعم. وحتى مع كونه طفل مقمط مضجع في مزود، رغما عن كونه ولد في اسره فقيره بسيطه، ابن لنجار، مهنة بسيطة جدا جدا، إلا أني أرى فيه تألق بمجد في ميلاده. صحيح لم يكن له صبايا تهتف لي عند ميلاده بمجموعة من الأغاني، ولم يكن له صبية تحتفي بي، حتى ولاد خالة ولاد عم، أبسط حقوق لأي طفل يولد لم يحظى بيها. رغما عن ورغما من كل ده، لكن أرى مشهد مجد غير عادي. فمن غيره تكونت له أحلى فرقة للترنيم، من الملائكة تنشد لي المجد لله في الأعالي وعلى الأرض، السلام وبالناس في المسرة. ما كانش في شموع تستقبله، تسرع الأفلاك وتستدعي نجما عظيما في المشرق يلمع مهابة لجلاله. مجد الرب. ما كانش في مجموعة من القرايب تحتفي بيه، كان في رحلات ملائكية مكوكية ليوسف، قديس يوسف النجار. نعم. قديس العظيمة المتوابة مريم. ما كانش ليه ناس تهتف له، لكن كان ليه حكماء المشرق يأتوا خصيصا ليه وينحنوا ويسجدوا له. خلي بالك يا خيري، مكتوب لما جم فسجدوا له، طفل في اللفة لكن يحظى بسجود الكل. نعوز لحضرتك ده قبل ميلاده. مين كان يتخيل انه جنين في البطن يحظى بسجود؟ أيوه. جنين في بطن. نعم. يعني نعم. يا جنينا جثى له جنينا في البطن. ايه ده؟ ايه ده؟ يعني حضرتك متخيل يعني ايه هو في بطن امه القديسه العظيمه مريم؟ نعم. يكثو له يوحنا المعمدان وهو بعد جنين في بطن امه؟ ايه مشاهد مجد تاني اكتر من كده؟ لقد تألق بمجد وافر جدا في ميلاده، اكرر، رغما عن ورغما من مشاهد سطحيه للافتقار، وهو مفتقر ايضا. مفتقر في مولده مزود. نعم. لكن غني بامجاده. مجدا للرب. وكمان كان غني في كل حياته، زي ما نسمع من الأخ بشوي ازاي كان غني بمجده سلطانه. يمشي على المية، فيش غيره فوق المية مشى ومشي، ده بأمره تلقى الموج يخضع ويختشي. متعنا بالكلمات الرائعة. تفضل يا أخ بشوي. لما اشوف اثر اقدامك فوق الميه محفوره، لما اشوف اثر اقدامك فوق الميه محفوره، والرياح رهني سلطانك بكلمة حية مأمورة، والرياح رهني سلطانك بكلمة حية مأمورة، يخضع كل الكل كلامك، يخضع كل الكل كلامك، يخضع كل الكل كلامك، يخضع كل الكل كلامك، واللي استحالة ميسورة.
لما رهنت حياتي لحبك نور جمالك سباني لما رهنت حياتي لحبك نور جمالك سباني فاضت كل حياتي بجودك لأن روحك ملاني فاضت كل حياتي بجودك لأن روحك ملاني مع كل ربح خسرت ربحتك 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 لقيت ربحك أماني لما وعك تجينا تاني فاض الشوق جوايا لما وعك تجينا تاني فاض الشوق جوايا رحت أغني أحلى غني عيني الفول هنايا رحت أغني أحلى غني عيني الفول هنايا منيت قلبي أشوف الغالي منيت قلبي أشوف الغالي منيت قلبي أشوف الغالي منيت قلبي أشوف الغالي ويتبو رجايا تلحين أخ جميل من المحلة اسمه الأخ مينا رفعت جميل جميل وتوزيع برضو جوزيف جمال جوزيف جمال مرافقنا في التوزيع أمين في أمين هو حد رائع في الحقيقة أنا عارف يا خمناس أن مجد رب في ميلاده ممكن ياخد الحلقة كلها طبعا أكيد 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 لكن احنا عايزين نمر على باقي مراحل مجده في نحكي عن مجده في الخدمة أمين والترنيمة دي كانت مقدمة حلوة ليها أمين بتقول أمين لما شفت أثار أقدامك فوق المية محفورة ورياح رهن سلطانك بكلمة حية مأمورة يخضع كل الكون لكلامك والاستحالة ميسورة مجد الرب مجد سلطانه تألق المسيح بمجد في إعلان سلطانه أعلن سلطانه على الطبيعة حتى انه التلاميذ المرافقين ليه والمعاينين مجده اندهشوا يقولوا من هو هذا فان ريح ايضا والبحر يطيعانه كلمة فصار هدوءا عظيما كان للمسيح سلطان في ان يهمس وكان للمسيح سلطان في ان يلمس مجدا صح طبعا صحيح طبعا. مش اللي جات له بقول عنها ما فيش غيره يشفي بلمسة من طرف توبه ويا ما الطب حير مريض ونفض جيوبه صح؟ راحت له تنزف تقن ريدة شفاه طيب خاطرها وشفاها والسلام فاق حدوده راحت بلمسة من طرف توبه كان للمسيح سلطان غير عادي أولا سلطانه على الطبيعة كما سمعنا في البحر والريح سلطانه على الطبيعة في الإكثار من الخبز والسمك سلطانه على شفاء الأمراض استطاع المسيح أن يمنح شفاءً لكل أنواع الأمراض في كافة التخصصات الطبية ويأسرني أنه دون أن يحدد معاد استشارة ليه؟ أصله ما فيش احتمال لانتكاسة ولا في شك في أنه ممكن العلاج يطول أو يحتاج إضافة تمام؟ شفاء فوري وكامل ونهائي ده سلطان المسيح سلطان على الطبيعة ده مجد سلطان على شفاء من الأمراض ده مجد سلطان على غفران الخطايا مغفورة لك خطاياك إيه ده؟ مين يقدر يعملها؟ واحد وأصله الله الغافر الرب الرحيم هو ده عنده سلطان على غفران الخطايا سلطان على شفاء الأمراض
سلطانه على الطبيعة، سلطانه على الإقامة من الأموات. ثلاث حالات كتبوا بس بالتفصيل، هو أقام كتير جدا طبعا. أقام يوم أن همس، صبية لك أقول قومي. أقام يوم أن لمس، النعش الشاب. قام يوم أن صرخ، العازر. أقام في البيت، أقام في الشارع، أقام في المقابر. أقام صبية لها دقائق متوفاة، أقام شاب مضى على عدة ساعات واستخرجوا الإجراءات الرسمية وخلصوها وطلعين بيه على المدافن وصلوا وخلصوا. أقام شخص بشهادة أخته قد أنتن، أنتن. الموت طايله أيا كان بعده الزمني، قريب أو ساعات أو أيام. سلطان المسيح صاحب السلطان، صاحب السلطان. المطلق إقامة من الأموات، سلطانه على الطبيعة، سلطانه على الشفاء من الأمراض، وغيره كتير. سلطانه على قراءة الأفكار، قدر يعرف بيفكروا في إيه. لما دخل بيت فريسي وقعدوا يتشاوروا بينهم إزاي يستضيفوا، قدر يعرف أفكارهم ويرد عليهم. صاحب سلطان، كان المسيح متألق بمجد في سلطانه غير عالي. ده ما أراه في سلطانه في الخدمة. نعم نعم. نسبح خبيشو مين؟ أمين. ترنينا ترنيمة إيه؟ يلا فيض الحب نادي. جميلة. كلمات حضرتك برضو؟ دي كلماتي، لحن رجل الله رائع القس أمجد سعد زكري. مجد للرب، شخص موهوب ومنصوح ومستخدم. أستاذنا، ربنا يبارك ويجي بالسلامة من خدمته. أمين. في الخارج. أمين. فيض الحب ناديتني، ياللي حنين اشواقك ليا، قلبي يعود يلاقيك مستني، فاتح كل حضانك ليا. ياللي فيض الحب ناديتني، ياللي حنين اشواقك ليا، قلبي يعود يلاقيك مستني، فاتح كل احضانك ليا. راجع عليك وبسلم قلبي رغم كل زمن حواليا، دايما عندي ايمان بيقولي انك ربي ماسك بايديا. راجع عليك وسايب كرتي، يسوع وحده الاصل لصورتي. راجع ليك وسايب كرتي، يسوع وحده الاصل لصورتي. والحضنك يا يسوع انا راجع، والحضنك يا يسوع انا راجع. شوق قلبي دوب في كلامك، شوق قلبي دوب في الروح، خلي حياتي تفيد بحنانك تعلن انك مال الروح. شوق قلبي دوب في كلامك، شوق قلبي دوب في الروح، خلي حياتي تفيد بحنانك تعلن انك مال الروح. راجع عليك وبسلم قلبي رغم كل ظنون حواليا، دايما عندي ايمان بيقولي انك ربي ماسك بايديا. راجع عليك وسايب كرتي، يسوع وحده
اصل لصورتي راجع ليك وسايب كورتي يسع وحده الاصل لصورتي والحضنك يسوع انا راجع والحضنك يسوع انا راجع شوى قلبي يدوب في كلامك. نعم. لو احنا بندوب في كلامه هنشوفه محمول على الكلمات بمجد. روعة. حتى في مشاهد الرفض. نعم. فجميلا رغما عن كونه كليلا. مجدا. ومهابا رغما عن كونه مهانا. هللويا. هللويا. واعتقد دي نقطتنا اللي جاي. اللي جاي. يعني انا سعيد جدا اعزائي المشاهدين ان بتجتمع الروعة في النغمات والترنيمات مع الإبداع في الكلمات والطرح. أنا متأكد أن حضرتكم برضو مستمتعين معايا بكل كلمات النعمة الخارجة من شفتين خادم الرب. تفضل أخ. أنا بس هقف عند نقطة أخ منسة اللي هي اللي جاية دي اللي هي نقول مجده في المحاكمة والصلب. ربما المشاهد يقول إيه أي مجد نشوفه في شخص كان مهان ومحتقر ومرزول وكشاة تساق إلى الذبح، فين المجد اللي نشوفه في رغما عن كل نرد ده على أنا لم أرى أن الرب يسوع فارقه هبته جلاله مجده إطلاقا. نعم. هو شخص غير عادي رائع. نعم. تلتقي فيه مشاهد الإهانة من البشر ويتألق فيه جماله وحلاوته حتى في مشاهد الإهانة. نعم. حتى في كل المشاهد اللي بدأ فيها مرفوض. طب ناخد حتة صغيرة توضح. نعم. الفكرة. فضل. ناخد بداية القبض عليه. شخص خارج فرقة من جند الهيكل تقبض عليه كما المجرمين. لكن هقول لحضرتك على حاجة، الشخص اللي الفرقة خارجة تقبض عليه مش شخص نكرة، شخص معلوم. طبعا. المسيح صيته زائع، فالناس اللي خارجاه عارفاه بحكم صيته الزائع، فهو شخص معلوم. حاجة التانية، الناس اللي خارجة شرطة فهي تعرفه بطبيعة عملها، يعني عارفاه لأنه صيته زائع وبطبيعة عملها عارفاه كشرطة. الحاجة الثالثة أنها خارجة بتوصية من رؤساء الكهنة والشيوخ المجمع، يعني ناس واخدين توصيات مشددة بالقبض عليه. نعم. فالمسيح بكل المقاييس للجند علامة ومعروف. معروف. ضيف عليه في شخص مرشد ليهم. أيه هوزة. بقبلة معلنة صريحة سلموا. نعم. يعني. نعم. سلموا تسليم مباشر. أيوه. صح؟ نعم. يبقى المسيح نكرة بالنسبة لهم ولا معلوم؟ لا معلوم. بكل الطرق معلوم. معلوم. كيف له أن يسألهم من تطلبوه؟ وكأنه ماسك جماعة تيها. عفوا في التعبير الشعبي متلبشة. عارف حضرتك إيه اللي حصل؟ أول ما شافه أتخيل كده هبته وجلاله اضطربوا اتلبشوا تاهوا. نسيوا هم جايين ليه وعاوزين مين، فيمسك إيديهم كما التايهين من تطلبون يسوع النصيري أنا هو الله. وأنتوا محتاجين يتقال أنتوا عايزين مين يا جماعة؟ يعني جايين تسألوا على عنوان وتايهين؟ مجد مجد عشان يعلم من البداية انتم مش بسلطتكم جايين تقبضوا عليا ولا بالتوصيات بتاعت الكبار اللي بعتينكم. انا بكل سلطاني بعلن اني انا اللي بعلن اني بسلم نفسي ليكم وهمشي مشوار المحاكمة والاهانة بكل اختياري ومن الخطوة الاولى بعلن مجد. فده مجد ولا مش مجد؟ مجد طبعا. مجد. لما يروح يتحاكم قدام حنان فحنان يقول له تكلم لنا عن تلاميذك وعن تعليمك عشان عفوا يستخف ويستهتر بيه زي ما غيره عمل. فيقف المسيح ويقول له علمت الناس كل حين جهارا في الهيكل في الخفاء لم أتكلم بشيء، لماذا تسألني أنا؟ اسأل الذين سمعوا. أرى هنا إبداع في اللباقة والمجد، مجد الحضور في إيه؟ هو بيقول لحنان رسالة يفهمها حنان، شخص مش شخص صغير يعني ولا. لا. فكر بسيط. يقول له خلي بالك يا حنان اتقبض عليا بالليل
واخدني في دارك على جنب بدون شهود بدون محاكمة شرعية في بيتك وانت قاضي غير شرعي بتحاكمني، انا علمت كل حين جهارا في الهيكل على اعلى منبر في بلدك، وقفت بالنهار علمت في وجود شهود، انا المتهم اعلن شرعيتي في المجمع على المنبر قدام الكل بالنهار، انت يا كبير واخدني بالليل في الدار، يبقى مين الكبير ومين الصغير؟ نعم. المشهد ده يبدو حنان كما لو كان القاضي والمسيح في موقف المتهم، لكن الحقيقة المشهد قلب الترابيزة إنجاز التعبير خالص. نعم. طلع حنان هو المتهم والمخطئ والمذنب والمسيح صاحب السلطة والسيادة، بيقول له في خط شرعي تمشي فيه، في محاكمة شرعية، في رئيس كهنة شرعي من حقه هو اللي يسألني مش انت. هنا اعتقد انه من كتر هيبة وجلال السيد الكراسي اتبدلت. نعم. وخيبة امل وخزي حنان، اعتقد ان حنان وشه حمر خالص وارتبك، ما اشعر الجند باحراج كبيرهم، ما احرجهم، فربما واحد من الجند يكون قال لزميله ما تخيل المشهد ده كبرنا اتهان اتهزق الحقيقة يعني. أيوة. شكله وحش قوي، قال له ايوه اسكت، ما هو لما كبرنا يتهزق ويتهان يبقى احنا كمان رحنا في الرجلين، رحنا في الرجلين كلنا بنتهان. نعم. ده كلنا يعني انا ملناش لازمة يعني. نعم. طب والحل؟ ما هو مش عارف يرد. هنا اعتقد يعني تحفز واحد من الجند وقام عشان يرد حق كبير ويرد حق زمايله وتطاول على السيد ولطمه، لكن برضه تكلم بمجد وهيبه وقال له ان كنت تكلمت رديا فاشهد على الرد، ثبتني في الغلط ان قدرت. نعم. والمسيح يقع في غلط؟ كلا. بص حضرتك، المسيح مفيش سكة للغلط فيه، عارف المزمور الأول؟ أقوله لك بلغتنا البلدي، اتفضل. مفيش غيره كامل بار في سكة الأشرار ما صار، هللويا، ولا في شروطهم مجلسهم ليه دور أو دار، ينفعش تمسك عليه غلطة خالص. كلا طبعا. بلغة الكتاب لم يفعل خطيئة، كلمة دي قالها واحد بيحكي عن السلوك بطرس. نعم. ما عملش غلطة، بطرس قال لم يفعل خطيئة. يوحنا اللي بيخش جواه وجوه احشائه قال ليس فيه خطيه. نعم. بولس اللي عارف افكاره قال لم يعرف، مش ده اللي تمسك عليه غلطه. نعم. ده يقف بتحدي وشموخ يقول من منكم يبكتني على خطيه، ده اصله اسمه قدوس الله. قدوس الله يبقى صاحب امجاد حتى في المحاكمه. انا خدت عينه اول جلسه في المحاكمه، طب عشان الوقت اخد بس اخر جلسه في المحاكمه. هو المسيح حكم 6 محاكمات. نعم. في غضون ما لا يتعدى 9 ساعات، ما تمتش في اي حته في الدنيا. نعم. انه متهم يرحل ويحاكم 6 محاكمات في اقل من 9 ساعات. هاخد بس الجلسه الاخيره قدام اكبر قاضي في الدوله. قدام الوالي، قدام بيلاطس. ايه تحليل حضرتك لما يقف اكبر قاضي في الدوله يقول حكم منطوقه؟ ما معناه؟ حكمت المحكمة حضوريا على المتهم بالبراءة مع الإعدام صلبا. قمة التناقض طبعا. ما يعلن هيبته وجلاله وخزي العدل، العدل يخزى ويقف هو متألق. جه في النص بيلاطس حب يقول له اسحب كلمة قلتها ان انت ملك، لحسن الموضوع ده عمل لنا مشكلة، ما هو اتهموه بانه يدعي بانه مسيح ملك. طب والمسيح يسحب كلمة قالها؟ يقول لبيلاطس لا يا حبيبي، لو حضرتك عاوز انت اطلعك من القضية اطلعك. ويقول المسيح قول، يقول له من المدعي؟ اخرون قالوا لك عني ام تقول هذا من ذاتك؟ التهمة من المدعي؟ يقول لا، شيوخ الشعب ورؤساء الكهنة. اذا الطبقة الدينية اللي متهماني، يعني التهمة مش سياسية، التهمة دينية. كان ساعتها المفروض لو المسيح بيدعي انه مسيح ملك، المفروض بيلاطس نفسه قد يحاكم فيها عسكريا امام روما، امام القيصر. نعم. لانه المسيح مش بيهدد الوالي، بيهدد الملك. فبيلاطس في مشكله، قاضي مرتبك، قاضي وفي مشكله، المتهم يقف ويقول له هحول لك الدفه من تهمه سياسيه الى تهمه دينيه، طلعك انت من الموضوع، خلي الكره في ملعب رؤساء الكهنه وانت براءه. بيدير دفه الاحداث في المحاكمه، هو الماسك بزمام الامور. التهمة دي تمشي، لا دي تقف، هو المتحكم. وكما قلت التهمة الأخيرة تعلن كيف المسيح مهاب بمجد، حتى إن قاضي يقول منطق حكم ما يقولهوش صبية بيلعبوا عسكر وحرام. كما قلت براءة مع الإعدام في ذات الجلسة، نعم.
إيه اللي يعمل كده في قاضي كبير؟ هبته وجلاله أربكوه، ففي نفس الجلسة أعلن براءته، وفي نفس الجلسة أسلمهم ليصلب. ده المسيح صاحب الأمجاد. بس عايز أضيف نقطة صغيرة بقى. اتفضل. إيه الميزة لما يعلن المسيح غني بالمجد لكن مش لي، مش بتاعي؟ أيوه. مجرد إني تابع لي لكن مش بتمتع بمجده وحلاوته. الأحلى للسادة المشاهدين وأنت يرتسم أمامك المسيح الغني بالمجد إنه يكون ليك وإنت لي، فتتمتع بمجده وتدوقه وتعرف إن الشخص الرائع الجميل، شخص الخلاق في العشرة دوت، تقدر تدوق جماله من حقك ومن نصيبك، ويقدر يعيش الكلمات الحلوة اللي نفسي أسمعها من أخويا بشوي اللي بتقول يا حلو العشرة يا غالي يا حبيب القلب يا طيب جمالك فخيالي وسبى القلب ودوب. عاوزك تنسيب بمجد المسيح وجماله لما تدوقه وتدوق فيه. أمين. سمعنا خب شوي. أمين. العشرة يا غالي يا حبيب القلب يا طيب جمالك فخيالي وساب القلب ودوب يا حلو العشرة يا غالي يا حبيب القلب يا طيب جمالك فخيالي وساب القلب ودوب في العشرة اللي دقنا أضعاف اللي سمعنا، في العشرة اللي دقنا أضعاف اللي سمعنا، والوصف يضيع معنا جنب الجلسة معاه، والوصف يضيع معنا جنب الجلسة معاه. حلقه حلاوة حلاوة ومالي قلبي جلاوة، وإنك الحلوة لعمري والكل جراحي داوة. ده حلقه حلاوة حلاوة ومالي قلبي غلاوة، وإنك الحلوة لعمري والكل جراح داوى. في العشرة اللي دقنا أضعاف اللي سمعنا، في العشرة اللي دقنا أضعاف اللي سمعنا، والوصف يا معنا جنب الجلسة معاك، والوصف يضيع معنا جنب الجلسة معاك. حلوة. شاب اسمه سامر سامر سامح سامر سامح ربنا يباركه.
عفوا عايز بس علق على حاجة في الترنيم. اتفضل. احنا بنحكي عن مجد المسيح. نعم. عن جلال المسيح. نعم. كل اللي نحكي ومهما قلنا من كلام نبقى مفلسين جدا، وانا اشهر افلاسي في التعبيرات لما اجي احكي عن مجد المسيح وجماله. لكن عاوز اقول للمشاهد، رغما عن انه جمال المسيح ومجده مش ممكن توصفه كلماتنا المحدودة أكيد. الفقيرة جدا أكيد. لكن في العشرة اللي دقناه أضعاف اللي سمعناه هللويا. والوصف اللي حكيناه يضيع معناه جنب الجلسة معاه هللويا. تعال جرب دوق هتلاقي أجمل. عارف حياتك لما ملكة سبا قالت على سليمان هو ذا النصف لم أخبر به. نعم. لما تيجي تعاشر المسيح هتكتشف انه لا، الاكتر انت ما سمعتش عنه، ده الكلام ده اقل جدا من المسيح الحقيقه الاحلى والاروع. حضرتك كما لو كنت دخلت الى افكاري وقرات ما كنت ساقوله عقب الترنيمه، ولكن طبعا حضرتك صغته في كلمات اروع وابدع. ربنا يباركك يا خمسة. فعلا الوقت بينسرق معانا واحنا بنتكلم عن مجد الحبيب، لكن عندنا لسه مجده في الصليب. مجده في الصليب ومجده في المجيء. نحاول في المجيء. طب مجده في المجيء ممكن تكون امر يعني مستعلن هنشوفه بمجد طبيعي يعني. وحتى بيقول احنا هيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده، فدي معلنة واضحة هنشوفه بالمجد. لكن ممكن المشاهد يستغرب، ممكن يمكنني ان ارى المسيح في الصلب على الصليب بمجد يقينا. طب قول حياتك على افكار بسيطة خالص. واحد وهو يحتضر بص لأقواله. قبل ما احكي عن أقواله أرسم دايرة للصليب، المسيح متعلق على يمينه ويساره مذنبين زيه، أسفل الصليب الغاليين يوحنا الحبيب والقديسة العظيمة مريم، بعديهم بشوية واقف بقى بقية الجند والمتشبثين بيه والتابعين ورؤساء الكهنة الناس اللي كانت بتطالب بصلب ده. المشهد أتخيله يعني، وانت على مكان عالي فوق تشوف الأبعد الأول أسهل ما تشوف طبعا. اللي تحت منك طبعا. فلو حياتك عملت مسح شامل كده، تعال نشوف هتخطي على مين. هتجيب الأول الجند واللي رفضوه، وبعديها القديسة العظيمة مريم ويوحنا، بنت خش على الدائرة الأدية المصلوبين معاك. كان المسيح يفيض عطاء وسخاء وهو يحتضر، ففرض عطاءه على كل الدائرة، فبدأ بمن هم أبعد اللي في مرمى البصر قدامه أسهل، فمنح غفرانا لصالبي يا أبتاه اغفر إنه يفيض عطاء وصفح حتى وهو يحتضر. شخص وهو يحتضر مشغول جدا حتى بصالبيه اغفر لهم، فمنح فتح باب الصفح والغفران لصالبيه، منح الأبعد وأكتر. أم دخل على الدائرة الأضيق شوية اللي هي فيها مين؟ قديسة العظيمة الرائعة المطوبة مريم والرائع يوحنا الحبيب. هو ذا أمك وهو ذا ابنك. إنه يفيض رقة وحنانا لذويه. في السابق فاض صفحا لصالبيه، وهنا يفيض احتواء لذويه. وأعتقد قديسة مريم كان يجوز فيها سيف بحسب الكلام اللي اتقال في الكتاب عنها نبوة عنها، وأنت أيضا يجوز في نفسك سيف. في نفسك سيف. أعتقد كان بيجوز فيه سيف أشد للسيف اللي فيها، كان بيشوف السيف اللي بيجوز في نفسها فيتألم جدا لألمها، رغما عن ألمه الشخصي يعني فوق ألامه الشخصية كان يؤلمه جدا أن أمه الغالية دي مش أي أم. يعني أنا هخرج سنة عن الأم الغالية دي، زي ليها مكانة غالية جدا على قلبي، بقول عنها كده طبعا. تباقي عدرة يا نور يا أم بتول، طهرة ونقية قوي مهما الناس تقول. لما يسوع يختار أم تحتويه إيه نقول مهما الكلام يطول؟ ده الرب يسوع اللي منقي على الفرازة ومختار الأم، هو الوحيد اللي كان لينه يختار أمه. أنا وحضرتك ما كانش لينا كده، فاختار القديسة العظيمة مريم اللي من أقوالها وترنيمها وحياتها والمكتوب عنها شخصية رائعة جدا. كون الشخصية الرائعة دي يجوز فيها سيف، أنا متخيل إحساسه بيها. رغما عن كده لم يأخذ هذا المشهد عن أنه يفيض عطاء قلنا لصالبي وذوي المحبين حتى رفيقيه في الصلب. ما خدتش الأحداث رغما عن ورغما من إساءتهم. مع أنه يعني إحنا بنشرب نفس الكاس،
لكن قعدوا يصبوا سخرية وتهكمات عليه وشاركوا الكل في إزاءه النفسي. نعم. لكن حتى دول ما يحرمهمش أبدا ويفتح ليهم باب الفردوس وأحضانه الغالية تحتويهم. لص يقول له لما يشوف الإبداع ده يؤثر. ما غيروش رضاعة القانون وقسوة الحكم. قدروا يغيروه؟ قدروش يغيروا اللص أبدا، لكن غيروا إنه اتاخد بجمال المسيح حتى وهو يحتضر، فيقول له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. أتخيل المسيح، هو طبعا كان الكلام يشق عليه وهو معلق، يقول له ياه أخيرا قلتها، ده أنا مستني دي، ده أنا يعني سيبك من النار اللي أنا فيها، أنا أؤخذ بدي. بس أنت اسمع يا غالي، بالك طويل قوي، متى جئت في ملكوتك؟ انت وحشني قوي، طب ما نقضيها الليله، ايه رايك اليوم تكون معي في الفردوس؟ ايه رايك في الاحتواء وفيض المشاعر ده؟ مجد ولا مش مجد؟ مجد يقينا. مجد وأي مجد. انا عارف الوقت خدنا نعم. بس قمه المجد بقى والمسيح يسلم نفسه للموت. نعم. خلي بالك ما موتش المسيح الصلب، لا لا لا، مش المسيح مات نتيجه نسف شديد في الدم مع ضغط مع، لا لا لا، مش الاحداث العضويه دي ولا الموت الاكلينيكي، الاحداث دي مش بفهم في الطب، مش دي اللي اسلمته للموت، ده وهو معلق على الصليب. اتخيله يفك ايده اليمين وهو مربوط بالمسمار دون ان يرى احد، ويحط ايده في عبه وياخد روحه بارادته بمزاجه بكامل سلطانه، ويقول للاب بنفسي بارادتي مش بيهم انا اضع، لي سلطان ان اضعها، ويقول له يا ابتاه في يديك استودع روحي. شخص بيموت نفسه بارادته رغما عن كل المشاهد المحيطه، سلطان ولا مش سلطان؟ ما هو سلطان؟ لي سلطان ان اضعها. لما السلطان مجد مش كده؟ اكيد. يبقى كان ممجد صاحب مجد في الصلب ولا لا؟ نعم. يقينا كان صاحب مجد في الصلب. انا عارف وقتنا ضيق مش هحكي اكتر، بس انا ليا طلب اخير. اتفضل. ينفع الترنيمه الرائعه اللي بدينا بيها استاذن اخويا بشوي ونختم أمين. بيها اللي بتقول وراينا مجده أمين. مجدا كما لوحيد الاب امين وفايد وجهه نعمه تسبي قلوب الأحب. امين. انا هختم حلقتي وبعد كده نسمع الترنيمه. في حقيقة أنا يعني للاسف الشديد كان نفسي استمتع اكتر والساده المشاهدين يستمتعوا اكتر بكلمات النعمة فعلا الخارجة بعزوبة من حضرتك. حضرتك يعني مش بس خادم كلمة لكن شاعر كمان وكاتب ترانيم كتير، ربنا يستخدمك أخ منسى. حقيقي بشكرك كتير جدا على وقتك اللي تدخلنا، ربنا يباركك ويستخدمك بركة في كل مكان. أيضا بشكرك كتير أخويا بشوي، ربنا يباركك ويستخدمك. أنا عارف برضو أنت لسه عندك سفر النهاردة وبكرة، ربنا معاك ويستخدمك. أعزائي المشاهدين بشكركم لأجل حسن المشاهدة، وبتمنى نسمع اقتراحاتكم وارائكم على ايميل البرنامج وعلى صفحه البرنامج في الفيسبوك علي صوتك بالتسبيح. الاسبوع القادم اراكم وانتم في ملء البركه. الرب معكم. علي صوتك بالتسبيح، علي صوتك، قدم ليسوع المديح، علي صوتك، علي صوتك بالتسبيح، علي صوتك، قدم ليسوع المديح، علي صوتك، علي صوتك بالتسبيح، علي صوتك، قدم ليسوع المديح، علي صوتك، علي صوتك بالتسبيح، علي صوتك، قدم ليسوع المديح، علي صوتك، ده اللي فدانا بدمه شرانح، علي صوتك، ده اللي فدانا بدمه شرانح، علي صوتك، علي صوتك بالتسبيح، علي صوتك، قدم ليسوع المديح، علي صوتك، علي صوتك بالتسبيح، علي صوتك، قدم ليسوع المديح، علي صوتك،
بالتسبيح علي صوتك، علي صوتك بالتسبيح علي صوتك.